السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بفيديو جديد. البارحة رحت على البيطري، عندي قسم علاجات نقص جبت من عندها، خصوصا علاجات الجرب والفطريات مثل هذا الليفرمكتين، هذا عندي كان قبل فخلص من عندي ورحت جبت هذا استخدمه للجرب، بس هذا طبعا قوي بشكل قوي، يعني الأرنب الصغير إذا أحقنه من هذا مرات يصرخ من شدة الألم. فصار لي فترة أصلا أنا ما مستعمله، عاد استعمل كريم الكبريت. طبعا هذه العلبة هذا من الصيدلية موجود، الكريم الكبريت هذا أنا مستخدمه ما بي أي فائدة للأرانب، ففرغت العلبة بس أخذت العلبة. والكريم اللي استخدمه حاليا يعني البيطري يسوي لي خلطة يخلط ثلاث مكونات، طبعا حكيت معاه ما انطاني الوصفة مال الخلطة اللي هو يستخدمها، بس فعال حيل، يعني استخدمه مرتين اكثر شيء ثلاث مرات ادهن الارنب ما يبقى بي اي فطريات او جرب، حتى لو حال الجرب شديدة ثلاث مرات استخدمه ما يبقى اي شيء بالارنب. وطبعا مثل ما قلت لكم هو يعطيني ثلاث مكونات حتى اجيبه شوية متماسك قوي، انطيه حرارة اخليه على الشمس او شوية على النار يموع، يعني اخلطهم ثلاث مكونات. وحاليا خليت بهذه العلبة وخليت بهذه، جبت كمية شوية كبيرة حتى ابقى استخدمه، لان بالصيف ممكن شوية تكثر حالات الفطريات والجرب. وبالنسبة لهذا الليفر مكتين طبعا هو نفس الايفوماك او الليفر مكتين، اذا تشوفون ليفر مكتين 1%، يعني كل النوعيات راح تلقي عليه مكتوب ليفر مكتين 1%. مثل هذا البيطر انطاني هذا قال لي هذه النوعية بعد افضل، هذا اردني انطاني هذا قال لي هذا فرنسي بعد افضل، ونفس الشيء مثل ما تشوفون مكتوب عليه ليفر مكتين 1%. فالبارحة حقنت الأرانب كلهم من هذا كوقاية عدا الصغار، حقنت الكبار كلهم، وهذه السرنجة دائما أستخدمها ما أستغني عنها، سواء أجرع الأرنب فرد علاج أو خصوصا إذا أستخدم هذا العلاج، لأن هذا أستخدم كمية قليلة، يعني كل أرنب شخطة واحدة أو شخطتين، هذه تقسم السيسي 10 أقسام، فكل أرنب أنطي شخطة أو شخطتين، إذا حال الجرب شديدة أستخدم ثلاثة أقصى شيء ثلاثة، لأن هذا مثل ما قلت لكم العلاج قوي بشكل، فأقصى شيء أستخدم ثلاث شخطات، يعني تقريبا يطلع ثلث سيسي. وأكو علاجات أيضا أنا ما أستغني عنها، مثلا الفلاجين بشري، هذا الفلاجين هذا فلاجين، هذا في حالات إسهال شديدة أو كذا أستخدم هذا الفلاجين، وبالشتاء من كان يصير أعراض برد كذا أستخدم بينكولت، يعني أكثرها علاجات بشرية أستخدمها. أستخدم أيضا باراسيتول إذا أرنب عنده زكام أو شيء، هذا البينكولت مع باراسيتول. أستخدم أيضا كبسول التهابات عامة بشري، يعني من الصيدلية علاجات أجيبها من الصيدلية، فعندي أرنب عينها ملتهبة عد أستخدم قطرة ومرهم، وحاليا راح أستخدم لها البينكولت، وإضافة إلى البينكولت أستخدم معاه باراسيتول، ومثل ما قلت لكم كبسول مال التهابات، اطحن حبه من هذا واطحن حبه باراسيتول وكبسوله مال التهابات افرغها معهم، اخذ كميه من عندها مع شويه مي، اجرع الارنبه 2 سنتي يعني سرنجتين من هذه اجرع الارنبه، فراح استخدم هذه العلاجات وراح تشوفون ان شاء الله النتيجه بعد كم يوم للارنبه اللي عندها حاليا عينها ملتهبه وعاد دمع وكذا. طبعا البيطري حكيت له على الحالات اللي عاد تصير عندي، من ضمنها الأرنب الأنجورا اللي عندي مريض والعين مال هذه الأرنبة، قال لي هذه التهاب جيوب أنفية، أعطاني هذا العلاج خلاب هذه الشوشة وقال لي تضرب الأرانب بالعضلة، طبعا استخدمته البارحة للأرنبة استخدمته للأنجورا بس ما شفت أي تغيير عليهم لحد اليوم، فهذا ممكن استخدمه ممكن ما استخدمه ما اعرف، يعني انا العلاجات البيطريه دائما استخدمها خصوصا الابر عدا هذا مال الجرب كله ما يفيد، يعني استخدمت قبل علاجات ما جابت اي نتيجه. فهذه حبيت اوضح لكم شوي عن العلاجات اللي استخدمها للارانب. طبعا اكو واحد من المتابعين سالني عن العلف اللي جبته عاد استخدمه حاليا، هذا العلف العلف شفت شويه اكو انتفاخات عند الارانب خصوصا الصغار، طبعا ممكن يكون بسبب الكمية انه كانوا ياكلون اكثر من اللازم، فايش سويت؟ حاليا بديت اقلل الكمية عليهم، يعني بحيث اخلي لهم بالليل خلال ساعة ساعة ونص ما يبقون يخلصوه،
الصبح نفس الشيء، بديت أقلل الكمية، وهم بعد فترة أشوف إذا راح يبقى عندهم انتفاخات أو راح تقلل الانتفاخات. طبعا اليوم نظفت المحمية بالكامل، فقط عندي هذه من أشطف المحمية، مال الطيور هم أشطفها، أما المحمية بالداخل نظفتها كلها بالكامل. خلي أشوفكم صغار هذه الأرنبة، هذول باقي الأرانب مثل ما تشوفون كلهم بالداخل. البارحة مثل ما قلت لكم حقنتهم كلهم من هذا العلاج مال الجرب الإيفرمكتين، وأكو قسم بيهم شوي فطريات مثل خشم هذه الأرنبة، استخدمت لهم هذا الكريم اللي جبته من البيطري. هذا الأنقورة يشرب مي. هذول الأرانب طبعا مثل ما تشوفون حاليا ما منطيهم أي أكل آني، لأن طيتهم الصبح وقلت لكم شوية اكو انتفاخات خصوصا عند الصغار، فشلت الاكل من عندهم بالكامل، خليهم شوية يجوعون بالليل انطيهم. بسم الله. هذول الارانب اتوقع اليوم صار عمرهم يمكن 11 يوم، يعني اليوم مفتحين عيونهم، من البارحة المفروض تكون عيونهم مفتوحة. بسم الله مثل ما تشوفون هذا عيونه مفتوحة، يعني كلهم مفتحين اليوم، لأن صار عمرهم 11 يوم، هم بعمر 10 أيام يفتحون عيونهم. خليهم نايمين ما أريد أزعجهم. هذول الأرانب مثل ما تشوفون خلينا نغطيهم. طبعا المغرب أدخل أمهم وادخل الارنب راس الاسد هذا معاها، ادخلهم انطيهم اكل واخليهم وحدهم محبوسين، اما بالنهار ما افتح هذا الباب، ابقيه مسدود حتى لا يفوت عليهم اي واحد من الارانب الصغار او من هذول الغينيات، لان هذول صارت عندي اكثر من مرة تكرموني يتبولون فوق الارانب هذول الخنزير الغيني. بالمناسبة هذه حامل ان شاء الله بعد فترة تولد، ما اعرف ايش قد صار لها، بس ان شاء الله بعد فترة هم راح تولد بطنها شوية كبرانة، بعدين ان شاء الله هم راح يجي يوم هذه الصبة هم اشيلها، لان انا قاعد اطلعهم حاليا اكثر الوقت افتح لهم الباب يطلعون ياكلون بهذا المكان ويتشمسون، فالتربة تفيدهم احسن، يتمرغلون بيها وكذا، اشكوا فطريات او جرب كلها تروح من عندهم، فهذه ان شاء الله هم راح يجي يوم اشيلها هذه الصبة مثل ما شلت الصبة اللي كانت جواهم بهذه المحمية. خلي اشوفكم الصغار مال الارنب القزم قبل ما نختم الفيديو، وينهم؟ بسم الله. هذول هم مثل ما تشوفون، طبعا اذا تلاحظون شوفوا هذا ما شاء الله لحد الان بطونهم مليانة، هذا الثاني هذا، يعني لحد الآن ما شاء الله تبين بطونهم مليانة، أمهم عداريهم وتعتني بيهم. هذه أمهم طبعا العين اللي كانت عندها ملتهبة وارمة عاد تفتحها شوية شوية، البارحة ضربتها هذه الإبرة وبالليل دهنت العين، إذا تشوفون حاليا شوية مفتوحة العين، إن شاء الله راح استخدم علاج مثل ما شوفتكم، بعد يوم يومين ان شاء الله بالفيديوهات الجايه راح تشوفون نتائج العلاج. خلينا نغطيهم ونرجعهم كما كانوا حتى لا احد يدخل عندهم. طبعا هذول شو اسوي، يعني المغرب من ابيت الارانب باماكنهم، قلت لكم هناك اخلي الارنبه وراس الاسد مع صغارها، باقي الارانب كلهم افوتهم واسد هذا الباب. شو يبقى عندي؟ ابقي بس الارنبه هذه والارنب القزم الفحل اللي معاها، ابقيهم ادير لها الصندوق حتى تفوت عند الصغار او ترضع او كذا، تبقى تداري الصغار الى الصبح، ارجع الصندوق بهذه الطريقه وافتح الابواب واخلي الارانب كلهم يطلعون. هذا كان كل شيء بخصوص فيديو اليوم، وصلنا لنهايه الفيديو، اذا عجبك الفيديو اضغط لايك واشترك بالقناه اذا ما كنت مشترك، والسلام عليكم ورحمه الله.